بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. لقد ابتدأ الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح المعروف بصحيح الإمام البخاري، ابتدى الكتاب بكتاب بدء الوحي، وكانت الحقيقة دي حكمة دقيقة وبعد نظر من الإمام البخاري إن هو يبدأ ويستهل الجامع الصحيح ببدء الوحي، لأنه بما إن يعني الكتاب بيتعلق بأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فاعتبر الإمام البخاري إن أول شيء يجب أن يبدأ به الكتاب هو إثبات نبوة صاحب هذه الأحاديث وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم. هو ده بالفعل اللي عمله الإمام البخاري في هذا الباب، حيث أخرج الأحاديث فيه بسنده التي تصف كيف كان بدء نزول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه جعل زي ما قلنا قبل كده أول حديث في هذا الباب حديث النية، وقلنا إن هو حديث موضوعه لا صلة له بموضوع بدء الوحي، لكن الإمام البخاري ابتدأ به تيمنا بهذا الحديث اللي هو إنما الأعمال بالنيات، وكمان عشان يبين وجوب إن الإنسان يصحح النية بتاعته قبل البدء في طلب العلم وقبل البدء في طلب أي شيء يرجو من ورائه الثواب، وللإشارة كمان إلى إنه الإمام البخاري يعني لم يشتغل بتأليف الصحيح إلا بنية خالصة للمولى سبحانه وتعالى، وعشان كمان يكون حديث إنما الأعمال بالنيات يعني يكون كده كالمقدمة، يكون المقدمة اللي هيحطها بين يدي كتابه يستهل بيها الكتاب، لأنه في ذلك الزمن لم يكن من عادة المؤلفين في القرون الأولى، مش من عادتهم إن هم كانوا بيحطوا مقدمات للكتب اللي بيألفوها، فجعل الإمام البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات وهو رقم واحد عنده في الصحيح، حطه كالمقدمة لكتابه، هو رقم واحد في الصحيح رغم أنه الكتاب الأول الباب الأول عن بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو استهل به عشان يجعله كده زي المقدمة لكتابه حتى لا يبدأ بكلام من عنده كتابا خاصا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يقدم قوله مثلا على قول النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين كان تاني بقى حديث في الصحيح هو ما أخرجه البخاري في صحيحه في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، إن الحارث ابن هشام هذا الصحابي الجليل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. يعني الحديثين جايين في موضوع كيف كان يأتيه الوحي. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا
كانوا بيسألوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن كل شيء عشان يفهموا عنه كل صغيرة وكل كبيرة. وده من حرص الصحابة الكرام على تلقي الوحي وتلقي أنوار الوحي الشريف. ومن ذلك سؤالهم عن موضوع الوحي، وكانوا كمان بيترقبونه عند مجيئه من حرصهم على إنهم ما يفوتوش أي حاجة من أبواب العلم يتعلموها من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتعلموها ويحفظوها في الصدور وفي السطور عشان يعلموا الأجيال اللي جاية بعد كده. وها هو الحارث بن هشام رضي الله عنه كما هو وارد في هذا الحديث الشريف. الحارث بن هشام بيسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل الحارث بن هشام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ يعني الوحي ده لما بيجي لك إزاي يا رسول الله؟ إزاي بينزل عليك الوحي من السماء؟ والمراد هنا بالوحي ما ينزل به سيدنا جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله سبحانه وتعالى. فأخبروا النبي، أخبروا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. يعني بيأتي الوحي مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. يعني بيأتي النبي عليه الصلاة والسلام الوحي في بعض أوقات، في بعض الأوقات إتيانا مثل صلصلة الجرس، يعني مشابه صوته لصوت الجرس، وهو الصوت اللي بيخرج من الحديد لما بتيجي تطرق أو بتضرب الحديد كده، فبيدي صوت الجرس. الجرس ده قطعة معدنية بتصدر صوت لما انت بتهزه. وهذه الصورة أشد أنواع الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتي لثقلها، أنه بيسمع الصوت أشبه بأنه يعني صلصلة الجرس الله تعالى. وده ثقل، ثقل على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لأن الفهم من كلام الصلصلة إن الصوت يبقى شبه الصلصلة بيشكل، يعني بيبقى شوية تقيل من إن لو حد بيكلمك كده بلسانك وجاي بيكلمك بطريقة بالتخاطب المباشر. وذلك لأنه كان يعني بيرد، أو الحالة دي بيرد فيها من الطباع البشرية إلى الأوضاع الملكية، يعني بيكون النبي عليه الصلاة والسلام أقرب إلى الملكية منه إلى البشرية، يعني الحالة البشرية بتبقى أقل والصفة الملكية أعلى. فكما بيوحى إلى الملائكة الكرام الأمر ده مش سهل في الصورة دي، أمر إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وبينتهي النبي من الشدة دي اللي بيجدها بانتهاء الوحي، وقد جمع صلى الله عليه وسلم وحفظ عن الوحي ما أوحى به من كلام الله عز وجل. دي صورة، لكن دي أشد الصور اللي بيكون عليها الوحي كما رأينا. وأحيانا أخرى بيتمثل له الملك، بيتمثل النبي عليه الصلاة والسلام الملك، يجي له في صورة رجل، يجي له في صورة إنسان، فبيكلم النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ما يكلم النبي بالمأمور إنه يبلغه للنبي عليه الصلاة والسلام، يحفظ عنه ما أوحى الله سبحانه وتعالى به إليه سبحانه وتعالى، كما هو وارد وظاهر في الحديث الشريف اللي أخرجه البخاري، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وفي هذه الحالة بيبقى بيرد فيها الملك إلى شكل البشر. الحالة الأولانية بيرد فيها النبي البشرية الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام تميل إلى الملائكية أكثر، وبعد كده الصورة الثانية بيبقى الملك
مايل فيه إلى البشري أكثر، عشان دي الصور اللي كان بيأتي فيها الوحي صلى الله عليه وسلم. فكانت التانية دي لما يأتي سيدنا جبريل ويتشكل ويأتي في صورة إنسان يكلمه هكذا ويبلغه الوحي هكذا، دي الصورة دي كانت أيسر، وكل ذلك يحدث بأمر الله تعالى وتيسيره. وطبعا مش المراد من إنه الصورتين دول جم في الحديث، ليس المراد حصر الوحي في هاتين الحالتين، بل الغالب الصورة الغالبة مجيئه على هاتين الحالتين، وده ظاهر من قول النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتين، يعني بمعنى إنه في بعض الأحيان والأزمان إنه بيأتي الوحي على شكل كذا أو شكل كذا. وإن شاء الله بنستكمل تباعا منهج الإمام البخاري في طريقة عرضه للكتاب وتنظيم مؤلفه الجامع الصحيح، رحم الله الإمام المبجل الإمام البخاري. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى ومشاهدي القناة الفضائية المصرية ومشاهدي قناة أون وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان، مرحبا بالجميع. ونبدأ في ان احنا ناخد أسئلة حضراتكم. ممكن سريعا كده نذكر بالصفحة يا أستاذ إبراهيم، صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده صفحتنا بنتشرف باستقبال أسئلة حضراتكم عليها، وتباعا بنجاوب عنها في اليوم المخصص للرد على الأسئلة وهو يوم الأربعاء. ست أم محمد، بسم الله. ألو، السلام عليكم يا دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ست أم محمد، السلام عليكم يا دكتورة، ازاي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بألف خير وسلام وصحة وأمن وأمان يا رب. تفضلي ست أم محمد. وحشنا صوتك، وحشنا صوتك ووحشان. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. قلبك. ربنا يبارك فيك يا رب. تفضلي، بس عايزاكي توطي التلفزيون يا ست أم محمد. أنا بكلمك باستمرار حضرتك. حضرتك متشرفين بحضرتك. وثقة. اسمعيني من التليفون. أنا بكلمك باستمرار. ده شرف لينا يا ست أم محمد. ربنا يخليكي ويديكي الصحة والعافية ويخليكي ولادك ويجعلوا كله في ميزان حسناتك. آمين. وانت حبيبتي من زمان قوي يعني، من أول البرنامج. ربنا يرضيك يا ست أم محمد. اتفضلي. عندي ثلاث أسئلة لحضرتك. اتفضلي ستكم. أثناء التلاوة، يعني أنا بتلو قرآن أنا وجوزي كل يوم ورد دائم يعني. ما شاء الله. فأثناء ما بنقرا سجدة التلاوة لازم حضرتك أكون متجهة للقبلة؟ حاضر. في سؤال تاني. اتفضلي. وهل على وضوء ولا لا؟ حاضر. ويصح من غير وضوء. السؤال التاني حضرتك. اتفضلي. السؤال التاني حضرتك. اتفضلي. أثناء التلاوة.
أيوة. يعني لازم أسمي كل، أنا بقرأ ربع الحزب وهو كذلك أو جزء من الحزب. أيوة. أنا بسمي، بس عايزه أسمي، فبيقول لي مش شرط، هو راجل أذهاني. نعم. هو هل يجوز يعني التسميه كل ربع حزب؟ انا قاعده على القران جلسه مستمره. يعني انت مثلا استهليتي جزء، فانت بتقولي مع كل ربع ان انا اسمي. حاضر. حاضر. السؤال الثالث حضرتك. اتفضلي. حضرتك انا في اثناء بعد صلاه الفجر، انا واحده بصلي فوائد، كنت قلت لحضرتك قبل كده وقلت لي صلي مع كل وقت وقت. نعم. فبعد صلاه الفجر أنا بصلي فجر قضاء. فأنا سمعت في إذاعة القرآن الكريم في حديث شريف فيما معناه إنه ما ينفعش صلاة من قبل شروق الشمس. قبل أيوة شروق الشمس. أيوة. يعني بعد الفجر لحد شروق الشمس. تمام. أنا بستنى الشروق، فبقرا بعد صلاة الفجر بصلي فجر. تمام. يعني بتصلي الفرد الحاضرة الأول وبعدين تقومي مصلية الفائتة. بصلي السنة والفجر وبعدين أصلي فجر قضاء. حاضر. ايوه حضرتك معاكي، واستنى الشروق بقى. طيب في حاجه ثانيه يا ست؟ بعدها انام واصلي الظهر. ربنا يفتح عليكي. شكرا يا ست ام محمد، ربنا يفتح عليك ويزيدك من فضله. استاذه فاتن. يا استاذه فاتن. استاذ سيد. السلام عليكم. عليكم السلام اخي الفاضل. يا دكتور الله يخليك. ربنا يحفظك. انا عندي سؤال بس بالنسبه للودائع بتاع البنك. ايوه. هل دي تجوز التعامل ولا ربا؟ ولو كان يجوز اطلع منها من الربح بتاعها ايه؟ طيب يعني انت حضرتك المبلغ اللي انت عايز تحطه ده بالغ النصاب ولا مش بالغ النصاب؟ لا مش بالغ النصاب، اقل من 80. يعني 200 صوت مش بالغ النصاب. فحضرتك بتقول لو انا عايزه اطلع عليه اطلع ازاي؟ ده بعد الربح بتاعه الفايده، لو انا حطيته في بنك يجوز؟ حاضر. او ربا؟ حاضر. في حاجه تانية؟ لا شكرا، هو بس السؤال ده بالنسبه لودائع البنك احطهم يعني ليه؟ ان حضرتك عم تسال احطهم وان الربح بتاعهم لما انا ابقى حاطط شهاده او وديعه بطلع على الاصل والربح ولا بطلع على الاصل بس؟ وهل هو جائز ولا مش جائز؟ ايوه. تمام. تمام يا استاذ سيد، شكر الله لحضرتك. شكر الله لك. شكرا. استاذه فاتن رجعت اهي، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. حضرتك كنت عايزه اسال سؤالين بس في الصلاه. اتفضلي مع حضرتك. بالنسبه لما بسلم بعد ما اخلص انهي الصلاه؟ رفع الايد لاعلى ده حرام والصلاه بتبقى باطله يعني. وبالنسبه كم؟ لا ثانيه واحده حضرتك بتكلمي. رفع الايد بالنسبه لايه؟ بعد ما سلم بدل فالدعاء. لا لازم لما بنرفع لما بنرفع ايدينا كده في الدعاء وندعي الدعاء. رفع ايد ده باطل وبيبطل الصلاه. انت مش حضرتك سلمتي؟ حضرتك انا سلمت. سلمتي بقول حرام. وبعد وانت في مكان الصلاه رفعتي ايدك بعد ما قلتي الاذكار والحاجات دي ورفعتي ايدك بالدعاء. انا سمعت يبطل ايه بقى؟ يبطل ايه؟ بيقول لك ان النبي في حديث، انا طبعا ما اعرفش الحديث، ان هو قال حرام ان انت ترفعي ايديك بعد اتمام الصلاه. طيب وبالنسبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بدايه الصلاه. أيوة. فلازم الاستفتاح لازم ان انا اقولها بصوت منخفض، لو قلتها بصوت عالي الصلاه بتبقى باطله. لو قلتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. قصد حضرتك وانت رايحه تصلي ولا وانت بتقري القران في الصلاه؟ وانا بادئه الصلاه، اول ما لما بتجه للقبله وابتدي الصلاه. قبل ما تقولي الله اكبر. لا وانا بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقول اقول الفاتحه. ايوه. يبقى قصدك قبل القراءه في الصلاه. قبل القراءه. تمام. قبل القراءه. في حاجه ثانيه؟ بالنسبة لبرضه لآية الكرسي، سورة قل يا أيها الكافرون. سورة الكافرون. في داء يعني ولا أنتم عابدون ما أنا الدال ما بنطقهاش، ما بعرفش أنطق، ما أعرفش على طول بتغيب عني وأنا بقى. فده بتبقى السورة ديت مالوش لازم أقراها ولا ليه يعني؟ ما انت بتقولي الدال اهو، ما حضرتك بتطلعي المخرج. لا بس وانا ولا انتم عابدون ولا انا عابد ما عبدتم ما بقولش. لا بس انت جايبه الدال يعني انا ودني سامعه الدال.
انا بعتقد ان انا مش هي مش بالاعتقاد، هي بالمخرج، ولو المخرج عندي مش واضح هقول لحضرتك. يعني انت بتقولي الدال وبتنطقي مخرج الدال مظبوط، فهي زهره. يعني ايه انا ما اخدش الصوره؟ اخد الصوره واخد ما اشاء. ما هو الدال متكرره، الحرف في نظيره كمثله، يعني الدال متكرره في ايات اخرى، فلازم اتقنها. ولو انا شايفه نفسي ضعيفه فيها اضبطها. اللي انا سمعته من حضرتك دلوقتي ان الدال خارجه من المخرج بتاعها. شكرا يا استاذه فاتن. ست ام عبير، السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ست ام عبير، عامله ايه حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، الحمد لله. اتفضلي. بص يا دكتوره حضرتك، انا متجوزه ومعايا 3 اولاد. جوزي بالنسبه لي يعني كل حاجه في الدنيا، اكرم ما يكون، عمره ما دخل عليا باي شيء في الدنيا، كريم جدا وفي حنيه تغطي الدنيا وما فيها، ما شاء الله. بس يا دكتوره انا متجوزه بقالي يعني 13 سنه، اكتشفت حاجات عنده على التليفون زي مثلا بنات على النت كده الكلام ده، يعني بيكلم ناس كده رسايل الدنيا دي يعني. عملت نفسي مش واخده بالي وبدات اهتم اكتر، يعني اخد باله منه اكتر، احاول اشوف ايه التقصير اللي انا يعني مقصره فيه واعوض. عملت كل شيء في الدنيا، مش هقول لك اتغير. بقالك قد ايه كده؟ بقالك قد ايه ظبطتي الدنيا اكتر؟ الوقت قد ايه؟ سنة مثلا؟ يعني ولا لا، انا من اول ما اكتشفت الكلام ده من حوالي 8 سنين يا دكتورة. انا بعدي الدنيا، هو ما بيتغيرش معايا بس انا بشوف على التليفون. انت ده وجعك يعني؟ اكيد يوجع. ايوه طبعا. وكنت بقول لنفسي يعني على النت ناس ما يعرفهاش، بكرة ربنا يهديك، في الفجر بدعي له اقسم بالله ربنا، يا ربنا يستجب دعائك، ربنا يستجب دعائك، ربنا يستجيب دعائك. انا مش عايزه اخسره لان هو فيه. لا، وانا مش عايزاكي تخسريه، وان شاء الله ربنا يهديه ببركه دعائك. من حوالي يا دكتوره يعني 3 شهور بالظبط، لقيت على تليفون صور لواحده انا اعرفها من جيراننا، صور يعني يا لطيف مش عايزه اتكلم عنها. هنا ما اتحملتش لان كل اللي قبل كده ما اعرفوش. تمام. دي اعرفها وبتكلمني وبكلمها. واجهته في الاول، قال لي مفيش حاجه وانت الدنيا وانت ام ولاد وما اقدرش اعمل وما اقدرش اسوي كده. بعد كده يا دكتوره لما ضغطت عليه لان الصور بتقول في حاجه، قال لي ان كان في بعض الكلام بيني وبينها فعلا، بس اقسم بالله انا عمري ما طلبت منها ان هي تبعت حاجه زي كده. انا اتفاجئت بكده، واول ما اتفاجئت بكده عملت حظر ليها لان مش دي اخلاقي، خصوصا ان انا اعرفها. ودعيت ربنا كتير انه يسامحني، وما كنتش متوقع ان انت تعرفي الحكايه دي ابدا. يا لطيف. ومسك المصحف لدكتوره توضى ومسك كتاب الله وحلف لي عليه ان من ساعه ما بعتت الصور دي ان انا فعلا عملت لها حظر وقطعت علاقتي باي انسانه كنت اعرفها. سواء كانت بعيد ولا قريب ولا كده، وانت كل الدنيا بالنسبه لي. كل ده كان تسالي. قولي لي السؤال يا ام عبير، انا عارفه انك عايزه تفضفضي، بس قولي لي السؤال عشان انا عايزه الحق اجاوبك وسامحيني. طيب يا دكتوره، انا هو وعدني على كتاب الله ان عمره ما هيكرر الخطا ده ثاني. ربنا يهدي. وانا سامحت، بس طبعا بعد مرحله طويله يعني من المصالحه ليه منه ليا يعني كده، وان هو بيتربني اسامحه. انا فعلا يعني قلت له ماشي، ان انا طالما انت خدت على نفسك العهد ده قدام ربنا وعهدتني انك عمرك ما هتخطا الخطا ده ثاني ابدا. انت بقى في مرحله انت في مرحله دلوقتي انك بتشوفي هو يعني سيصدق. هو اتغير يا دكتوره، هو اتغير تماما تماما تماما. للوحش ولا للحلو؟ لا للاحسن. هو انت اللي جواكي لسه في وجع، ده طبيعي، هياخد وقته وينتهي، هياخد وقته وينتهي. ماشي يا ست ام عبير، هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى وتيسيره وفتحه. مرحبا بكل السادة المشاهدين الكرام. الست أم محمد
بتتكلم انه اثناء التلاوه هي بتمر بسجده التلاوه، فلازم تتوجه للوجهه وتكون على طهاره. احنا قلنا قبل كده اثناء يعني تلاوه القران الكريم اذا صادف الانسان خارج الصلاه سجده التلاوه فيبقى على وضوء، لانه بيشترط لسجده التلاوه ما يشترط للصلاه من الطهاره ومن استقبال القبله. يا ست ام محمد، سؤالك الثاني الخاص بانه اثناء تلاوتك للقرآن الكريم، هل لازم أن أنا أسمي مع بداية كل ربع؟ أنت بتاخذي الجزء على بعضه، فهل مع كل ربع لابد من البسملة؟ هو كما قال لك زوجك الكريم ربنا يبارك فيه، لا، ما دمت مستمرة فلا يشترط. ولو تم الفصل، يعني مثلا وقفتي ورحتي عملتي حاجة ورجعتي تاني، فالمطلوب هو الاستعاذة كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى أنا لو أنا بجيب الورد بتاعي وقفت لأي سبب، بقى أعمل حاجة وهرجع، أو مسكت تليفون أكلم حد، أي كان أي تصرف قطع التلاوة، إذا عايز أرجع الأولى هو الاستعاذة يا صاحبة السؤال. بعد صلاة الفجر، بعد ما حضرتك بتصلي صلاة الفجر، بتصلي السنة وبعدين صلاة الفجر وهي الحاضرة، بيبقى عليكي فوائد صلوات الفجر، فبتقومي بتقضيها بعد الحاضرة، فبتقولي ده ينفع ولا لا عشان ده وقت كراهة. يجوز لأن ليها سبب سابق. طبعا الوقت ده لا يجوز فيه مطلق النفل، لا يجوز فيه بعد ما بتصلي بقى الفجر لغاية ما يطلع الوقت الشروق وكده، فبتقولي ايه؟ بتقولي انا اقضي في الوقت ده مطلق النفل، يعني انا عايزه اتطوع كده بصلاه ما ينفعش في وقت الكراهه. لكن لو عليا صلاه يجوز، يجوز ان انا اقضيها لان ليها سبب، وهو فوات وقتها ان انا ما صليتهاش، فات وقتها وما صليتهاش كمان، فيبقى عليا ضروره قضاء هذه الصلاه. وفي حاجه تانية اذا شئت. يعني بالنسبه للترتيب، أنا ممكن أصلي السنة وأجيب صلاة من الفائتة ثم أصلي الحاضرة، فالشافعي عندهم يعني لا يجب الترتيب، فإذا أنت حابة تعملي كده. بالنسبة للسؤال الأستاذ سيد عن الودائع البنكية والشهادات وكده، هو بيقول المبلغ عنده مش بالغ النصاب، لكن لو كان هو بالغ النصاب إزاي بيطلع؟ بيطلع على الأصل والربح، وهل إيداعه أو عمل الودائع أو الشهادات الأرباح بتاعتها جائزة؟ إحنا ذكرنا قبل كده إن الأرباح بتاعة الشهادات وبتاعة الودائع جائزة على ما عليه الفتوى لتغير وظيفة البنك. والزكاة بتكون بعد استيفاء الشروط، واللي من ضمنها إن الفلوس تبلغ النصاب. بعد استيفاء الشروط تبلغ النصاب، يمر عليها الحول وتكون فارغة عن الديون اللي مقدرة على حضرتك هذا العام، بتطلع على الأصل والربح 2.5%، ده الأصل. طيب لو أنا كنت رابط الشهادة أو الوديعة دي ورابط الشهادة بتاعتي عشان إنها بتنفق عليا وما عنديش مصدر دخل تاني، وأنا يدوبك عايش من الربح بتاعها والريع بتاعها، وحيضرني إن أنا أطلع، مش هقدر أعيش لو طلعت على الأصل والربح، تقدر تاخد بالفتوى الثانية اللي هي بتخرج 10% على الأرباح، ودي لو حضرتك بتتعيش من هذه الأرباح ولا يمكنك معاها إن هي إنك تطلع على الأصل وعلى الربح 2.5%، تاخد بالفتوى اللي هي 10%. كل ده إذا استوفى المال شروطه فيه، عشان أقول ده يجب فيه إخراج الزكاة. شروط المال يبلغ المال النصاب، حضرتك قلت ده مش بالغ النصاب، فخلاص حضرتك كده مش في فئة اللي هتطلع الزكاة. لكن المال مش واقف بس ان انا بطلع الزكاة وفقط، يعني الانسان يتصدق ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول. بالنسبة للأستاذة فاتن بتتكلم عن مسألة انها بترفع ايديها بالدعاء عقب الصلاة، وبتقول ان قالوا لها ان ده بيبطل الصلاه. اولا حضرتك بتقولي انا سلمت وخرجت من الصلاه، وبعدين بدات ادعي في المكان اللي كنت بصلي فيه وبرفع ايديا بالدعاء، حضرتك اتممتي الصلاه ملوش علاقه بالصلاه،
ولا شيء حتى في ذلك، وربنا يتقبل ولا نلتفت لمثل هذا الكلام، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه بالدعاء، وأمرنا ونحن ندعو الله إن إحنا ببطون الأكف نسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. ورد من طرق كثيرة جدا رفع النبي عليه الصلاة والسلام يده الشريفة في الدعاء يا صاحبة السؤال. فلا بأس رفعتي إيديك وإنك تسألي الله سبحانه وتعالى، وبنرفع إيدينا هكذا لنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته. بتقول كمان الأستاذة فاتن إنها سمعت أو قيل لها إن هي لو قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة في الصلاة تبطل الصلاة. لا، بس الاستعاذة قبل القراية في الصلاة الأصل إنها تكون الإنسان يسر بها، فبتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سرك وتبدأي في قراءة القرآن، لا يستحب الجهر بها، فتسري وبعدين تبدأي ولا تبطل بها الصلاة. بالنسبة لقراءة سورة الكافرون وإن حضرتك مش متمكنة من إخراج حرف الدال، حضرتك قرأتي بفضل الله أمام الجميع سورة المقطع اللي حضرتك شايفة أنك مش بتقريه منضبط، قرأتيه منضبط جدا وظهر حرف الدال بوضوح. وإذا كان هناك حرف صعب علي أن أنا أقرأ أتعلمه، أشوف حد أتعلم على إيديه وأستمع كثيرا إلى القرآن الكريم، مش هقول أنا هترك سورة الكافرون ومش هصلي بيها لأن فيها دال، ما هيصادفك حرف الدال في كثير من الآيات، هتعملي إيه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أدي الدالات هي، هتعملي فيها إيه؟ ما لازم تتدربي عليها لو أنت شايفة أن هناك ضعف في مخرج الحرف عندي، لكن مش أسقط الصورة من حساباتي لأن أنا بتدرب على الحرف هنا، هقدر إن شاء الله أقرأه في سائر القرآن الكريم لأنه الحرف في نظيره كمثله. تمام. بالنسبة لي الست أم عبير هي متجوزة وعندها 3 أولاد وزوجها بتشكر فيه جدا، ربنا يكرمه ويبارك في عمره ويصلح حاله ويهديه ويباعد بينه وبين الذنوب والخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب، اللهم أمين يا رب العالمين. فهي بتقول اكتشفت من 8 سنين صور على التليفونات وبعد كده اكتشفت أنه مع إحدى الجارات بتبعت له صور، هي سكتت قبل كده وبعد كده رجعت واجهته بصورة الصور اللي بعتتها الجارة، طبعا نستر الأمر ما نتكلمش فيه مرة تانية، أنت واجهتي بس كذو بس ما نحكيش الأمر ده مع حد، نسأل الله سبحانه وتعالى لها المغفرة والرحمة. أنا بقى ليا كلامي أنا مع زوجي، أتكلم معاه زي ما أنت عملتي لأن ده موقف كان لابد خلاص بقى أن أنا أصارحه بالأمر عشان يقف، لأنه مستمرئ يعني مش هناك رقيب جل جلاله سبحان الله العظيم. فربنا سبحانه وتعالى عشان هو فيه خير إن شاء الله ربنا يقضي بكل خير إنه أنت تنبهيه. وكويس إن الإنسان لسه في الدنيا ربنا يقيد له من الصالحين، كانت زوجة ولا إن كان ابن ولا إن كانت ابنة ولا إن كان أخ ولا إن كان صديق، يوقفه عن الغلط يقول له ده غلط فوق، سترك كتير فوق بدل ما الأمر ينفضح. فأنت كده تدي بقى خدي بإيدي، ما افتحش الموضوع ده تاني، أنت واجهتيه وكلمتيه وخدت وديته مع بعض في الأمر وهو وعدك أعينيه، وما نفتحش الموضوع بقى ده تاني، وادعي له دايما إن ربنا يجعلك قرة عين له ويجعله قرة عين لك ويباعد بينه وبين الذنوب والخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب. ادعي له، ادعي له دايما وخدي بإيديه. وأغير برضو أشوف الوضع بتاعي إيه، يمكن أنا أسلوبي، يمكن أنا طريقتي، يمكن في شيء هو مش عارف يوصله لك. ودايما نقول للأزواج والزوجات مش اللي أنت عايز تديه لزوجتك تدهولها، اللي هي نفسها فيه تدهولها، واللي هو نفسه فيه أنت كمان تدهوله. ده عايز مجهود من الزوجة ومجهود من جميع الأزواج والزوجات، إنه كل واحد يبحث عن الأسباب التي تحقق السعادة للآخر، مش اللي أنا عايزة دي، اللي هو يريده واللي هي كمان تريده مني. وما فيش مانع إذا الأمر زاد أو أنت حسيتي أنك محتاجة مشورة علمية في جانب العلاقات الزوجية أن احنا نراجع متخصص أو متخصصة في العلاقات الزوجية وتعديل السلوك بين الأزواج مع الدعاء
والإلحاح في الدعاء، وما تشغليش نفسك تفتشي في الموبايل بتاع الزوج، بس أنا عايزاكي تشغلي نفسك بما ينفعك في الدنيا والآخرة، واصبري واحتسبي، فإن شاء الله سبحانه وتعالى رب العالمين يعينك على ما أنت فيه، وإن شاء الله بحسن النية والعمل الخير اللي بيعمله معاكي ومع أولاده إنه ربنا يصلح حاله بمعونته وتوفيقه. نتوجه إلى الله العظيم الكريم نسأله من خير الدنيا والآخرة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان ولبنان فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.